صباح الخير يا حلوين. اليوم عندي اوردر مكرونه، هو اوردر واحد بس شوي كبير. زبونه كانت دايما تطلب مني بالمحل، عم تطلب 24 مكرونه، 6 بطيخ، 6 شوكولا، 6 فانيلا و6 ليمون او حامض. فهلا الساعه 7 تقريبا، بدي اخلص لها اياه قبل ما اروح على الشغل. اكيد امبارح بالليل خبزت المكرونه نكهات، وهلا بدي اعمل الكريمه فريش، بدي اعمل كريمه شوكولا للمكرونه شوكولا، اكيد حاعمل كميه صغيره، وكريمه فانيلا لبقيه النكهات، واكيد بنكهن. فاول شيء ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناه لتشوفوا فيديوهات هيك اكثر وراء الكواليس كيف عم حضر الاوردرات، وما تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو. وخلينا نبلش. اكيد اول شيء رح البس المريول، بغطي شعري، اكيد بلبس كفوف، الايدين بيكونوا اكيد مغسلين كثير منيح. اهم شيء النظافة دايما بالمطبخ. بالفانيلا الحلوين لون الموف، رح نحشيهم
بعد في نكهة الشوكولا. هيدي بوكس الشوكولا، سوري جاهزة.